احيانا الواحد يمثل انه مستانس وتشيطن ويسوي روحه قالب ثلج ما يحس باللي حواليه علشان يغطي حزن بقلبه. انت شو تغطي؟ انت شنو تبين؟ كل شيء موجود على عينك يا تاجر. امي وابوي تحذفوني. اكيد انت تعبانه. الواحد لما يكون ضايق صدره عيونه تصير عدسه مكبره تكبر لك كل المصايب والمشاكل. ما تقدرين تتخيلين الوضع. سهل الواحد يتكلم. حرية شخصية. واحنا برا المدرسة. لا. سيجارة؟ لا. وبسيارتي وجدامي بعد؟ خلاص أيوة. أوعدك ما أدخن قدامك. أدخن بالحمام ولا بغرفة الملابس. هذا أنتم ما تحبون تواجهون الحقيقة، دائما تنحاشون. إحنا منو؟ أنت مثلا ما تحبين تشوفيني لأني أذكرك بالتسيب اللي عندك في المدرسة، وأمي ما تحب تشوفني لأني أذكرها بأبوي، وأبوي بعد ما يحب يشوفني لأني أذكرها بأمي. انت اكيد محتاجه احد يسمعك. انا موجوده. انا بنزل هني. ما يصير، انا لازم اوصلك بيتكم. مشكوره على التوصيله. لا تضيعين وقتك معاي. اللي المفروض يضيعون وقتهم ما ضيعوه. نزليني هني. ما يصير، لازم اوصلك مكان ما تبين. خلاص عاد نزليني هني. مشكوره قلنا. براحتك. يعني هم ما يربحون، يكونون مربيات يعني مالت عليهم والله لشرشحهم باكر. شلون تحجون قدام الصبي كذي؟ لا يمه، انا اروح اكلمهم. ما بيهم يحطون علي بالمدرسه ويتعادون. لا يا يمه، لا ضيقين خلقك. انت ما بيدك شيء يسوينه، الله شاهد عليك. اللي سويتيه امه لو كانت عايشه الله يرحمها ما سويت اللي سويتيه. حياتي انت يا زعلانه. قلنا لك راضيك بعيوني ابديك. عاد شويه عاد ضحكت انت يا اسمر. يلا عاد اشوف ضحكتك. اشوف بطلي خلي اشوف هالنياو. الله الله، انت يا اسمر يا جميل. ايش دعوه حياتي حبيبتي انت؟ كل الكلام قلناه. عاد يلا يلا. لا يعني هي كبسه زرك بس وانسى كل اللي صار. اتحمل اللي فلت من لسانك. يا عمري انت حبيبتي ما علي، راد من خفار وتعبان. قلت فيك عاد تحمليني. ايش دعوه عاد؟ ما استاهل انا ولا لا؟ اوكي. لا والله تي البيت مالك خلق تكلم حد واخر عني واخر عني ابي ارقد. حبيبي عاد ايش دعوه؟ ضحكي عاد. يلا لا ايش دعوه؟ يلا عاد ما ابي. يلا ضحكي. ما ابي قلت لك.
رنا يا رنا رنا شلي الأكل. يلا ابوي ما خلصت ذبحنا اليوع؟ خلاص جهزت. امك ما اتصلت عليك؟ ليش شو تبغى فيها؟ اليوم استلموا السياره، سياره حلوه كذي مشكنهم على قدهم. انت ماخذ لهم سياره؟ اي ماخذ لهم سياره مستعمله بس كنها جديده. يستاهلون يكفي انهم من ريحتك. عاد انت تعرفين سوالف امك، تمت تقول زحمه وما زحمه وتتشكى، كنها تبادريول. هذا منو اللي قاعد يتصل عليك؟ ها؟ شو ها ما ها تليفونك يا سيرن؟ هذي الربيعات يدقون من المدرسة عشاني ما داومت اليوم. ايه ربيعاتك حقريهم زين حقريهم تونا في شهر عسلنا، يلا ابوي خلنا نسير انا مت مليون، يلا. هلا بنتي هلا بشيخ البنات حيا الله ربيع شلونك اليوم؟ الحمد لله بابا شو يا ابي يا بابا شو هالاكل اكل مطاعم الله هديك البيت متروش قدامك اكل الدياي صوب والكباب صوب ما شاء الله شوفي شوفي ايش حالات وانت جبتي الاكل مطعم من زين يعني اكل مطاعم الله هديك يا بنتي يا يبا يا حبيبي طق براسي اخليها بخاطري لا يا بابا عليش بالعافيه بس الاكل هذا كله وين موديه يعطي حق الخدم ليه متى الله يهديك بس يا يبا ايش دعوه عليك حال اللي بيزيد بالاكل قطوا بالزباله اكبر زباله بالفريج زباله في بيتنا لا اي الله يهداك بس الله يهداك لا تزعل وانا عشان خاطرك باخذ هذه يلا هي كذي فرحيني اكل البيت احلى من اكل مطاعمه بنت الحلال يا صبا قومي منبهش قعدني وانت الحين ما قمتي انا بقى على محاضرتي ساعتين يلا قومي ما بقى شيء على محاضرتك ربا عفية طلبتك لا تهديني شنو اول قولي عطيتك شنو حذري عني محاضرتي عفية اسفة الله يخليك الحين بس في شده تقومين تقنعيني قومي بدلي يلا يما الغدا برد صار لي ساعة امطر ما شاء يما ما في شيء لا في شيء شو صاير ماكو شيء قولي يما صاير ماكو يما بس فكرت اختي هي ما بعد شو تسوين هذا مرض تعود من بليس بنيتي وغير ثيابك وتعالي وراي بيتك ان شاء الله ان شاء الله يلا يا بنيتي يلا Thank you.
ودي يلا بالستر اكلي عاد شكل هذا اكل. استغفر الله استغفر الله العظيم. انت طلبتي شيء وانا عزيت عليك؟ قولي شلت بين وبسوي لك. انت منو عندي اغلى من جبنه اليتي؟ تقدرين توديني مطعم؟ اوديك ومستعده وحاضره. كلي انت بس هين. اذا مر احد وشافنا هذا بنيتي مو في دي. مر حد شافنا ولا ما شافنا؟ عشان تعرفين حظي الخايس. يا سلام. نعم نعم. وين؟ موجود طال عمرك موجود هنا. تفضلي. شو السالفة؟ عيد الحب. عيد الحب. اعتبري عيد الحب. انت عاد الله يهديك تذكرين عيد الحب وتنسين عيد ميلادك. تصدقين لو انا ريال بخيل كان لا اكلنا كيكه ولا يبنى هالورده هذه. تفضلي مبروك عليك وكل عام وانت بخير. يا بعد عمري انت ولا مره نسيت. ايش فيك الله يهديك؟ اشوفك انك قلبتيها غم. أقول اسمحي لي عاد على الهدية المتواضعة هذه. هذا وايد علي يا عبد الرحمن. أفا عليك بس هذا أقل شيء ممكن أقدمه لك. أنا لو روحي تنحط في العلبة تا والله ما عزيت عليك. بس أنا عزيت عليك الولد. الله يهديك يا بنت الحلال. هذا الشيء بيد رب العالمين مو بيدك. وبعدين انت عندي في الدنيا كلها ظفرك عن 100 ياهل. افعلك بس يلا عاد عاد انت. لا شو تحب تسمع؟ اي بعد في هالمناسبه هذه الطيبه اعتقد ما في غيرها. فيروز. فيروز هذه يقول لك كحتها اغنيه ما شاء الله. فيك وراك شيء؟ لا 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 ابدا. ايش وراي الله يهديك؟ بعد انا اليوم وياك الدنيا هذه كلها تولي. يلا عيل نذبح الكيكه. نذبحها؟ يلا عطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي صوب تبين؟ اي صوب؟ اي مكان والله. حي الله من يانا. تفضل بنيتي هذا زين منك. اقعدي اقعدي اقعدي. شوفيش ويلك وايد مخطوف. ان شاء الله خير. ابوي مسبه مع عمرته وامي طقت عمرها وسافرت وهيتوني من بعدهم. لا والله ما انت محيته. هذا بيتك. عمتي انا ما راح ازعجكم ولا راح اذيكم. اذا بنام فرشوا لي بالصاله. لا والله الغاليه ما افرش لك بالصاله. لو ما كفتك الارض افرش لك عيوني. وغرفه ابوك هاي موجوده. مو بعرف احط مكياج. حاضر على امرك. انزين متى؟ قلنا لك خلاص يبا. انت ايش فيك تلجين؟ الواحد ما يصدق البيت يرتاح يشوف التلفزيون ياكل لقمه وانت كلها حل على الليتات. يوسف ايش بلاك؟ انا ما طالبه منك تودني وتجيبني. كل اللي طالبه منك انك تبدل الليتات. خلاص لا صار خيني يبا. الحين اروح الجمعيه اشتريهم ويركبهم. ايش تبي بعد؟ انا ما قلت لك الحين الحين بس اليوم. لا انا الحين عناد الحين بروح الجمعيه واجيبهم. يوسف ايش بلاك علي؟ خلاص يوسف يلا عاد. يوسف رد علي. يوسف تكلم معاك. يوسف رد علي. ايش فيك يوسف؟ انا ما قلت شيء. يوسف رد علي. يوسف اكلمك.
نعم. وينش خوفتيني عليك؟ ما فيني شيء. بعدين انت ليش معصبتي؟ اتوعدت انا وحده من الدراسات وصرت اتغدينا برا ما فيها شيء. ما عليه بنت الحياه، ما قلنا لسه تروحين، عليك بالعافيه، بس على الاقل اتصلي ولا اقول لك لا تتصلين، ردي على تليفوناتي، ايام الدوام صدع مليون، ساعه وتعياك. بلاك بلاك بلاك، ما حد قال لك ابوي، حجك عندك والمطبخ عندك، ليش ما اكلت؟ بلاك جي خذني بكشوري، بعدين تعرف اخبرك انت حتى سلام ما سلمت علي. يا ليلى يا حبيبتي، انا خايف عليك. قلت لك لا تخاف علي، انا مو بياهل، بعدين شو هو مقرر؟ لازم كل يوم اجاب لك وجه لوجه واتغدى وياك؟ خلني اغير شوي، تغيير حلو ما فيها شيء. يلا عن اذنك. صدقين مليت منهم سكوير؟ اليوم اذا رحت الصالون بخليهم يسوونهم اراوند. هي والله صدقك، حتى انا هو بعيباتني ابى اصير اغير شكلهم. موضه قديمه ما الاول. هاي فاش اخبارها؟ صار اليوم انا اتصل فيها ما حد يشيل التليفون ببيتهم، وابوها بعد ما ادري سالفته بهالعقد، ذابحها بهالعقد. لازم تقنعها، لازم تقنعها يجيب لها موبايل. مسكينه رحيمه. يا رحيمه. نعم عمتي امري. هذا السايق الحمار وينه؟ صار لي ساعة أنا ناطرته، لو بقول حق أبوي بيقسم رقبته. أنا ما خبرتك. ساري خلص أوراقه، ترى أمه ماتت وبيسافر الليلة. واي يا ربي إيش هالحظ؟ الحين من يوديني الصالون؟ هي والله صدقت، الحين وقت أمه تموت بعد الحين. أوف يا ربي استغفر الله، شو قاعدين نقول؟ تبيني أسوي تليفون حق ولدي فري يوديكم ويترياكم؟ كيفك ما أدري، بس المهم أروح الصالون شوفي أي أحد. إن شاء الله. هلا والله، هلا حبيبتي، ايش حالك؟ الحمد لله انا بخير. شو؟ لا 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 لا، حلفي صدق؟ اكيد مسويه شفت فديتك. هي ولا هاي من شهرين ما تطف من الباب؟ صدقيني هذه من شهرين ما تطلع من الباب، اقول لك خذي رمستي بس. انزين باكر بذكرك، بنشوف كلام منو العدل، كلامي ولا كلامك؟ زي الغالي بخليك الحين عقب رمست. يلا الحين عقب رمست، باي باي. خلاص حبيبتي ما صار الا الخير، اهم شيء انت. انا الحين بنزل اتغدى. انزل اتغدى حبيبي، منو ساخنك؟ بس لحظه حابه اقول لك شيء في بالي طارق. بصراحه احس مرات تستوي مثل الياهل، هي تدور اي شيء اي شيء اي شيء بس علشان تسولف معايا. عفا عليك حبيبتي، انا كنت اسولف وياك بحسن نيه. الصدقين عاد الدوام اليوم كانوا مطرشين يشتري شوية كمبيوترات، وبالمرة هناك حصلت لك بلوزة حلوة وخذيتها لك، شوفيها. ايش حق احد متعب عمرك؟ صدقين عاد خاطري اشوفها عليك. ما تقصر خذيتك، حتعيش وتجيب لي. عاد طارق خذيتك، انا صدق احب اللون الاسود. هيه. بس تبغي الصدق حبيبي؟ هذا مو بذوقي. خلاص ماني برايك، انا بنزل اتغدى. تفضل. يلا. شوف الاعذار بتعرف ما خلت بلوز، خص الله الذوق، يدور اي شيء بس علشان يسولف معايا. الله. Thank you.
شوفي انا قصرت لك شوفي مره استوى طولك يا بنتي شوفي يما انا ما البس فضله احد ام صقر فضله احد ام صقر تلبس الكندوره مره وحده وتوحي يا بنتي وصدقيني ان ما حد شافه ضعي يما انت شو انت ما عندك كرامه كيف تاخذين من الناس نحن مو طلابين انت ليش تبين تفشلين قدام الناس والله يا بنتي لو بيدي كم ما عزيت عليك ليش يا ربي ليش انا من بين كل هالناس كل شيء علي بالحسره ايش تبغين يا بنتي والله لا يبلك يما تعرفين انا شو ابا ابا موبايل حالي حال البنات وابا ساعه وابا شنطه وابا جوتي يا كذي يا بلاها مدرسه ترى مو بذنبي جايبتني وانت على باب الله ما حد قال لكم تجيبون عيال وانتم منتفين شو اسوي بهالبني ذبحتني انا اتري امي واعطيها شنو هذا رحيمة؟ أنا أركب السيارة هذه؟ لا طبعاً ولا لك أمر يبي مفتاح السايق وأعطيه إياه إن شاء الله لا أمي تعال أمي تدري إني ما أحب أسوق السيارة غير سيارة إذا يبون يوم حياهم ما علي يا وليدي خذ السويتش وخذ سيارة السايق وودهم أمي أنا آسف يبون يوم حياهم الله ما يبون على راحت بلاك اليوم صاير شري عشان خاطري يا وليدي ولا أنا مالي خاطر عنده عشان خاطر تعذر لها ان شاء الله انا اسف بس انا ما احب اسوق غير سيارتي تفضل يعطيك العافيه والله ما تقصر يا ولد شاط فيها ما بقيت خيشه تعيش ولا معجون طماط مو فيها صايره كنا جنطه يدتي لحظه شوي خلي ادق على عبد الرحمن الله يعينك شكلك تعودت على شغل ايطاليا لا تسام هناك مصبوب وصب مو مثل اللي عندنا من الشحم صايرين كنا كرم كرم الا بس تاخذ خضون انت ما تفوز من هالسوالف يبا قطني في ايطاليا وانساني ايش في عبد الرحمن ما يرد ها بتمرنا شقه اليوم والله ما ادري على حسب يبا بس كوت بسته عشانك اليوم بنصوم يعني معكو بنات خلاص اوكي بي اليوم يلا لحظه ايش في هذا ما يرد ها معود لا يوهقني ما يرد عندك عندك كمل دكتور شو تقصين علي ايش قلت ماني ماني شنو مام مام ميم 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 مام مديرة مدرسة مام ميم ميم يلا مام مين؟ مرة ذبي سباني لحظة يا مصباح هيا شوف كذي راكبة سباني أيوة مرة ذبي سبا باني 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 هو باني الصبح باني واي 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 لحظة من بتصفيني ألو هلا أي ان شاء الله ان شاء الله دقيقه بس اكون عندك ها اي حاضر يلا منو لا جماعه يا عيني لحظه قلت لك دقيقه يا اخوي الو دقيقه دقيقه ياي ياي
جماعة الله يسلم شيء من مكتب يبون أوراق بعطيهم الأوراق بيت ها مطرح مكان وين أروح في البيت وين أروح بارك الله فيك أقول آخر شيء واية شنو واية ما أدري هذا واية جايك طالباتي عندهم احساس بالوقت اكثر منكم. ايش تو ركبي يلا يلا ركبي لا دوسين. حياكم الله تو ما نور البيت. نور بهلا. اسمحوا لي انا اترخص الحين. اجلس يا ريال اشرب شاي. لا مشكور عني مره ثانيه احسن. حياك الله يا ولدي. يا مشكور وما قصرت. سلام عليك. سلام. وينك كنت؟ دقيت عليك ثلاث مرات ما رديت علي. انا ابله نوره كانت يمي ما قدرت اقول شيء. يلا يلا بسرعه بسرعه قبل لا تحس فينا. كم كم كم. وايه وصلنا وايه ايش فيك ليش كذي انقلبتي مره واحده الله يهديك توك زينك تغني صدق هالفتره اللي هديتني فيها تذكرت البنت اللي اليوم وصلتها وايد معوره قلبي وين وصلتيها ولا مكان قعدت عابل فيها وين بيتكم وانا وديك ابدا الا بتنزل بالشارع نزلت شارع هذا ايش سالفتها بالضبط سالفتها مصيبة ما هي سالفة ضايعة بين أمها وأبوها أهلها مفصلين أمها متزوجة وأبوها متزوج وهي ضايعة بينهم تخيل كل الطالبات يا أهلهم خذوهم وهي مسكينة قاعدة تدق على أمها تقول لها لا هذا مو يومي يوم أبوك دقي على أبوك أنا مالي شغل دقت على أبوها ما يرد وحليلة هاي المسكينة صايرة فيلم عربي البنت عندها مشكلة فاقدة الثقة بنفسها وبالآخرين علشان تجي تشبه بالصبيان تحسب ان الشكل هذا ممكن يعطيها قوة تخيل وهي معاي طلعت سيجارة بتولعها زين وانت ايش سويتي؟ ما خليتها وما ادري شو مسكت اعصابي على فكرة ترى ما في اي تصرف علمي ينفع في هذا الموقف هذه الفئة كثر ما تعطينها وي كثر ما تتمادى هذه لازم ترص وتنمسك زين عشان تصير خوش آدمية بالعكس غلطان البنت هذه ما حصلت فرصة عشان تكون زينة تخيل ان تفكك أسري وفلوس مكودة شو بيصير بس عيل هذه ما لها إلا العقاب المعروف خيزرانتين منقعات بماي وملح على ظهرها تلطشونها لطاش لين تقول أخ شرط ما ترفع عينها بعين مدرسة تدري لو أنت مدرسة عندي أدري أدري خمس دقائق ما راح تخليني أتم في المدرسة بس تعرفين أنت هذا الأسلوب اللي طايح من عينك بمستوى الواقع أنت عندك واقع بنية ضاربة كل قوانين المدرسة عرض الحائط أنت لازم تقومين تضربين هالقوانين بعرض الحائط عشان تعاقبينها أعاقب واحدة الدنيا معاقبتها بالعكس أنا حاولت أتقرب لها حاولت أحضنها أعرف شنو مشكلتها أساعدها بالحل لكن ماكو فايدة البنت حاقدة وشايلة على الدنيا وشايلة على الناس ضايعة ضايعة بين أمها وأبوها ليلة تنام عند ذيلة ليلة تنام عند ذيلة ألو ألو كل عام وأنت بخير يما وأنت بخير يما هلا أمي هلا حبيبي الله ينور الهان عليك يما قولي مالك أي تجربة صدقيني يما مو بيدي الشركة مشربكتني بمليون اجتماع وكل اجتماع بديرة ولا يوم قولي لي قولي لي حتى لو نص يوم يا ليت يا حبيبي حاول فيهم كثرة ايام اربعة ايام يعطونك ما اقدر اي لا هالشهر ولا الشهر اللي وراه اصلا هالسنة هذه كلها ما يصير فيها عندي فجة سنة؟ لا يما ولي سلمك شنو سنة؟ لا اذا صدت سنة انا اييك انا واخوك نييك
بس يما حبيبي الله يخليك قولي صدق تقدر ولا لا؟ لو شعر صدقيني ما اقدر، لو اقدر كان جيت من غير ما ترجيني. مو في التلفون قدامك. سويتوها فيني. الو هلا بابا هلا بابا. لا حبيبتي في المكتب اطلع الافلام تدري افلام السخيفه اللي يحطونها طاف ضحكات الرقيعه مالهم يا بابا تعرفي افلام كلها هابطه هالايام. شو منو فري to locate the rebel leader who was responsible. It was a terrorist by the name of Danilo Chacon. And your orders came from? Our CEO of Camp Lejeune, Bill Marks. Anyways. What? Sir, Brigadier General Marks? Habib Raya. بس كان هذا فزحته من خير الله. ما يرد ينام. يلا تصبحون على خير. مو انا هذاك ليش فيك تو الناس قاعد عندما استانس وياك الله يخليك اي تو الناس حضرتك قاعد شاخر مو مخلينا نشوف الفيلم حرام عليك انا والله من امبارح ما رقدت لليوم تصدقون تعبان لا تخاف الناطق الرسمي مالك كفى ووفى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد روح انشق حلجك يا عود عادتي شكلي بروح اكمل فيلم بالدار خالد هدومك اللي خليتهم ذيك المره وديناهم مصبغه اغسلوهم كوهم علقناهم لك وحطيت لك انا كتبك واغراضك انت تركهم كلهم حطيتهم بالدرج اللي تحت زين حطيتك دولكه ماي وثلاجه صغيره فيها كاكاو وكل اشياء اللي تحبها تحت السرير تحصل لك صحن غوزي بعدين لا تنسى تحطي له التليفون يمكن يتولع على حد ولا حد يتولع عليه اي شيء عندك حطيه الله لا يحرمني منكم عساكم ذخر لي إن شاء الله أقول كلمت إخواني لا راسع الباكر تي وياي عشان تروح هناك تسلم عليهم لا يا معود ماني رايح مالي خلق بعدين أنا ما عندي إخوان غيرك أنت أبوي وأمي نورة أمي بلا إخواني بلا خرابيط عيب عليك عيب عليك تي البلاد هني وما تمر تسلم عليهم شي يضيرك كله عشر دقايق سلام عليكم وعليكم السلام يا مالا ما ينقص شيء من وزنك؟
عبد الرحمن تكفى مالي خلق، لا تبلشني، كلها خمسة أيام جايك عدوم هني. يعني الحين أنا مالي كلمة عليك؟ يعني الحين يا روح يا مالك كلمة علي؟ خالد شكي مالي حتى غذيته؟ قاعد ينطر يجيتك مناطر وتالي تغذى؟ ليه ذكر اسمك شرق؟ والله ما يستاهل فقير. وأنا ما أحب أحد كثر ما أحب، بس هذا ما له علاقة بالروح عند إخواني، من سنعهم ولا من كثر ما كلموني هناك. ستة أشهر أنا متعلق بإيطاليا، منو فيهم كلف نفسه وسأل؟ بالتليفون بس خلاص انا جالس وياك جابريني طارق ذلاك انت شو قاعد معاي اللي سمعت الحين يقول انا توني جايه من السفر مش تابي تبغي تجلس معايا زي حبيبتي يمكن انا ما اشبع منك حلاوه انا حلاوه بعدين الله يخليك يلا بسرعه جيب الفاتوره انا وراي دوام ابغي اروح تدرين عاد انا اللي مأخر الفاتوره مسوي لك مفاجاه وليش مأخر الفاتوره انت شو ما عندك احساس انت ما تعرف ان انا وراي دوام تحسبني مثلك ياسه بطاليه ما عندي شغل ياسه ورا المكتب واكش الذباب زين خلاص 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 حقك علي انا الغلطان بسوي لك مفاجاه يعني شو بسوي لك العاب ناريه خلاص اكسكيوز مي تشيك بليز زين قول لي انت ايش حق زعلت الحين ما زعلت خلاص بنطلع يلا زين لحظه شو المفاجاه اللي كنت تراويني اياها خلاص اقول لك انا طلعت من المود بدوش بعدين يا وديها خذي هذا الكرت وتفعي الفاتورة أنا بس أحرك السيارة ترى أنا وقفنا في الشارع يلا يلا يما كاننا كاننا نص ساعة مسافة الطريق جاي شوفي يلا مع ايش فيك الله يهداك ما شفتي ورانا؟ لا ما شفت ايش بتسوين؟ ما ادري خليني انزل اشوف تعورت السيارة وبعدين؟ ما ادري ايش اسوي زين خليني اكتب له نوتة اسمي ورقمي عساس اذا يبي يصلح السيارة اعطيني قلم اعطيني ورقة لو سمحت اختي